مرحبا صديقي، إذا كنت تريد عمل مثل هذا السلايم بدون غراء وبدون وركس وبدون محلول العدسات، ابقى في الفيديو الأخير لأننا إن شاء الله سوف نعمل سلايم شفاف مثل هذا الذي ظهر أمامكم، فقط ببعض المكونات المنزلية وبدون غراء وبدون بوركس وأيضا بدون محلول العدسات، فقط ببعض المكونات البسيطة والتي سوف تشاهدها بنفسك إن شاء الله إذا تابعت الفيديو للأخير. كما ترون السلايم رائع جدا، وأيضا يعمل البالونات كما تلاحظون به العديد من الأصوات. ولنبدأ الفيديو على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أصدقاء القناة، معكم مستر سلايم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نحاول عمل سلايم شفاف أمامكم بطريقة بسيطة وبعض المكونات المنزلية. فقط قبل أن نبدأ، إذا كنت جديد فلا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس، أما إذا كنت من أصدقاء القناة الأوفياء فلا تنسى دعمي بلايك للفيديو. ولنبدأ الفيديو على بركة الله. كما قلت لكم، اليوم إن شاء الله سوف نقوم بعمل سلايم شفاف. اولا سوف نقوم باخذ الاناء وسوف نقوم باخذ الملعقه التي سوف نعمل بها السلايم، وهذا السلايم سوف يكون بدون غراء وبدون محلول العدسات، فقط ببعض المكونات التي سوف تلاحظونها ان شاء الله في الفيديو. وسوف نحاول عمل سلايم شفاف اصفر، لذلك سوف نستعمل القليل من الصابون الشفاف كما تلاحظون. هذا النوع اخترت هذا النوع لانه شفاف كما يظهر امامكم. سوف نستعمل القليل منه على هذا الشكل كما ترون معي، وبعد ذلك سوف نقوم باستعمال القليل من بيكربونات الصوديوم كي لا يلتصق معي السلايم في الأخير. سوف استعمل القليل كما تلاحظون معي على هذا الشكل، والآن سوف نقوم بخلط المكونات مع بعض كما تلاحظون معي، والآن سوف نستعمل المكون الثالث هو الفازلين كما نلاحظ. يمكنكم استعمال اي نوع من الفازلين، وحتى اذا لم تتوفروا على الفازلين قوموا بتخطي هذه الخطوه. المهم سوف نقوم باستعمال القليل من الفازلين كما تلاحظون على هذا الشكل. المهم كما تلاحظون معي سوف اقوم بخلط الفازلين مع المكونات على هذا الشكل كما تلاحظون معي. كما ترون، والآن بعد أن قمت بخلط الفازلين مع الصابون ومع بيكربونات الصوديوم، الآن سوف نستعمل الصمغ أو اللصاق المدرسي الشفاف كما تلاحظون، والذي سوف يعطينا السلايم الشفاف. كما ترون معي سوف نستعمل القليل من الصمغ الشفاف على هذا الشكل. هذه العبوة تباع في المغرب في رخيصة جدا، تساوي فقط 5 دراهم العلبة كاملة. هذه العلبة فقط تبقى لي فيها القليل كما تلاحظون معي، وسوف نقوم بخلطه مع المكونات على هذا الشكل كي نصنع ان شاء الله سلايم شفاف باللون الاصفر امامكم كما ترون. سوف نقوم بخلطه جيدا، يظهر لي انه يحتاج الى القليل من اللصاق، لذلك سوف استعمل المزيد من اللصاق او الصمغ الشفاف كما تلاحظون على هذا الشكل. سوف اكتفي بهذا الحجم، وسوف نقوم بخلطه ان شاء الله مع المكونات على هذا الشكل كما تلاحظون معي. والآن سوف نستعمل المحفز، توجد العديد من المحفزات منها محلول العدسات وكريم الحلاقة والذي يظهر أمامكم على هذا الشكل. والمحفز الثالث وهو البيرسيل كما تلاحظون معي، أنا في حالتي أفضل استعمال البيرسيل لأنه يتوفر عندي. في حالة لم تتوفر على البيرسيل فقم باستعمال كريم الحلاقة، فهي تباع في جميع المحلات ورخيصة جدا، تقوم بإضافتها الى السلايم وسوف يتماسك معك. وسوف نستعمل القليل من البيرسيل على هذا الشكل كما تلاحظون، وسوف نقوم بخلطه مع المكونات، وكما تلاحظون بدأت تتماسك مباشرة بعد ان استعملت البيرسيل. وسوف اقوم بخلطه جيدا مع المكونات، وسوف اضيف المزيد من المحفز كما تلاحظون على هذا الشكل الى حين ان يتماسك معنا السلايم بشكل كلي. وإذا كنت جديد في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس لأنك ستتوصل بالمزيد من الفيديوهات الخاصة بالسلايم. كما ترون السلايم بدأ يتماسك أمامكم، لم أقطع ولا دقيقة في هذا الفيديو. كما تلاحظون سوف نستعمل المزيد وسوف أقوم بالخلط إلى حين أن يتماسك كليا ويزال الالتصاق الذي به كما ترون معي. واو، سلايم رائع جدا والنتيجة خرافية كما تلاحظون. سوف نستعمل فقط القليل الآن كي يزيل معنا الالتصاق الخاص بالسلايم، لأننا تقريبا انتهينا من صنع السلايم.
تبقت لنا فقط خطوات قليلة إن شاء الله، وسوف يصبح الصليب جاهز وسوف نلعب به إن شاء الله كما نشاء. كما تلاحظون معي المهم سوف نستعمل قليل من بيكربونات الصوديوم لأنها قليلة جدا بالخليط كي لا يلتصق معي الصليب كما تلاحظون على هذا الشكل. الآن الصليب أصبح جاهز معنا كما تلاحظون، النتيجة خرافية جدا وبه لون رائع جدا. سوف نقوم بإضافة المزيد من البيرسي، سوف أقوم بدهنية بالبيرسي وأيضا الصليب كما ترون معي، الصليب رائع جدا وصوته خرافي لاحظوا معي. فقط ببعض المكونات كما تلاحظون معي الصليب رائع جدا، أتمنى تجربوه في بيوتكم لأنه فعلا صليب خرافي كما تلاحظون معي، فقط به القليل من الالتصاق الذي سوف يزال إن شاء الله. وإذا وجدت تفاعل في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نصنع صليب شفاف بدون ألوان فقط بلون الماء. المهم الصليب رائع جدا، كان به فقط القليل من الالتصاق وكان خفيف جدا، وقمت بإزالته مع ببعض التقليب فقط وقمت باللعب بالصليب كما تلاحظون. صليب شفاف خرافي جدا ورائع كما تلاحظون، واو. بالمناسبة هذا الصليب يمكن أن يعمل البالونات، أنا فقط لا أريد أن أعمل به البالونات فهو يعمل البالونات، يمكنكم تجربوه بأنفسكم كما ترون. الصليب رائع جدا وشفاف، لاحظوا معي النتيجة خرافية جدا كما ترون، أتمنى تجربوا في بيوتكم لأنه فعلا صليب رائع جدا فقط ببعض المكونات. لاحظوا معي الصليب، واو. لاحظوا معي الصليب لا يتقطع أبدا، المهم إلى هنا ينتهي الفيديو الخاص بنا، قمنا بصناعة الصليب الشفاف فقط باللصاق المدرسي الذي يظهر أمامكم هذا النوع وبعض المكونات كما تلاحظون، النتيجة هي هذه التي تظهر أمامكم، نتيجة خرافية جدا. المهم إلى هنا ينتهي الفيديو، إذا أعجبكم لا تنسوا الإشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تنسوا مشاركة المقطع مع أصدقائكم، وإلى اللقاء أراكم في الفيديو القادم.